من إقليم شفشاون وبالضبط منطقة تاسيفت، إلياس الفلالي من شباب المنطقة عمل على إنجاح مسار استفادته من مشروع لوزارة الفلاحة تشجيعا للمشاريع الفلاحية الحديثة. آمن بالفكرة التي بدت له في البداية صعبة الإنجاز. الحديث عن المشروع الأول لزراعة أشجار الأفوكادو بالمنطقة، والذي يعتبر ثمرة دراسة دقيقة لمهندسي وتقنيي الوزارة بإقليم شفشاون. بعد مسار مهني في القطاع الخاص، استفدت من مشروع دعم شباب المنطقة في قطاع الفلاحة، بالضبط الزرع وتتمين فاكهات لافوكا بالدعم مباشر من وزارة الفلاحة عن طريق المديرية الإقليمية لشفشاون. الشيء اللي مكنني من إنجاح المشروع في واحد المنطقة اللي كانت ولي أمس القريب من المستحيل أنها هي تنجح، عملية زرع الأفوكا. احنا بدورنا كفلاحة اننا كنتبعوا التعليمات والنصائح اللي كتعطانا من طرف التقنيين اللي مختصين في هذا المجال، بحكم ان شجرة الأفوكا واحد شجرة اللي جد حساسة وكتحتاج واحد العناية خاصة. تبقى الأبحاث والمواكبة المتواصلة لمسؤولي القطاع أهم أسس إنجاح المشاريع الفلاحية التنموية بالمنطقة، والتي لقيت ترحيبا كبيرا من ساكنة الإقليم. بالنسبة للمشروع هذا اللي تنزل في هذه المنطقة، هذا أحسن مشروع ما كان في هذه المنطقة بالنسبة للتربة، بالنسبة للجو، الجو ديال البحر كيعطي للأفوكا واحد المنتوج ممتاز مزيان. اليوم عاد الحمد لله وزارة الفلاحة ولا الفلاحة ديال منطقة الشاوان اليوم عاد انطلقت بهذا المشروع هذا، والحمد لله كل حاجة كتجيب تدريجيا، لأن الساكنة حتى هي كانت واحد الوقت مهتمة غير بالفلاحة ديال المشيع. نحن الآن في صدد تنزيل استراتيجية ديال الجيل الأخضر. هذه الاستراتيجية اللي كتعطي الأولوية للمناطق الأكثر هشاشة، وبما أن إقليم شفشاون يعتبر من المناطق الجبلية الصعبة والأكثر هشاشة، فقد تم ترصيد مبلغ حوالي 700 مليون ديال الدرهم للاستثمار في العشر سنوات القادمة. هذه الاستثمارات اللي تتجلى في برمجات أكثر من 20 ألف هكتار من الأشجار ذات المرضودية العالية كالأفوكادو والخروب والتين واللوز، وكذلك إنجاز مجموعة من وحدات التثمين كوحدات تثمين زيت الزيتون، تثمين الأفوكادو، الخروب وغيرها من الوحدات. ويأتي كذلك يعني مكون تهيئة الهيدروفلاحية يعني المرتبط بالسدود التي سيتم تشيدها بإقليم شفشاون. ستتم تهيئة الهيدروفلاحية لحوالي 600 هكتار من الأفوكادو وسقيها بالري بالتنقيط. مبادرة واسعة النطاق تأتي ترسيخا للانخراط الفعلي للمديرية الإقليمية لوزارة الفلاحة بشفشاون من أجل المساهمة في تنمية كل الفاعلين في سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتؤكد على الالتزام القوي بتوفير دعم خاص للفلاحين الشباب وتشجيع ريادة الأعمال في الوسط القروي.